رولا فهد الدهان. ونعم ناظري ناظر الكاميرا، شو المشاركة اللي عندك؟ انشودة. انشودة رولا فهد ايش؟ رولا فهد الدهان. اها الاسم هذا مو بغريب علي، الاسم هذا مو بغريب علي، ها الاسم هذا انا افتكره افتكره افتكر. بقول لك معلومة، تمام بقول لك معلومة بعدين قوليها لبابا حلو؟ طيب. انا عارف ابوكي من قبل من قبل من قبل يمكن 25 سنة. ابوكي ما شاء الله رجل طيب جدا، وهو من الناس الجميلة اللي قدمت للمجد اشياء كثيرة، عشان كذا نحييه 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 الاستاذ فهد الدهان. طيب ايش المشاركة اللي عندك؟ ناظر الكاميرا، واحد اثنين تفضلي قولي. هل صليت أميرة الظهر؟ لا 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 أذكر، حسناً صلي هيا الآن، لكن برنامج قد حان، أصلحك الهادي وهداك، فصلاتك نور ويا، فصلاتك نور ويا، لا 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 لا. أخطأت يا أختي الحلوة بالسرعة أيضا والعجلة، بصلاتك تخدين أجورا، لا تسري في هذا المهلة، لا تسري في هذا المهلة. شكرا لك يا أختي ديانا، وبنصحي قد تبت الآن، سأصلي ويشوع دوما، كلماتك سابتني حماسة، لا ننسى أوقات صلاتي، وبها كم تزداد حياتي، وأصلي كل الصلوات بالضبط على الأوقات، فصلاتي فصلاتنا نور ويا، للقلب سكينة وصفح، لنصليها في الأوقات، نحيا بسرور وهنا، نحيا بسرور وهنا. قبل ما نحييك قبل ما نقول التحية وين؟ المشيد هاني وين تطلع؟ بالمجد. بالمجد ايش أي قناة؟ تغريد. من مدير قناة تغريد؟ فهد. التحية وين؟ 21 تحية يا حلوين.